شغال بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين النهارده يا جماعه معانا لايف جديد بتشكيل مصنع سيجما كامل ان شاء الله. بص بس اما نقول الكميات الاول بفضل الله كميات من هنا للكتكات تعالى ما شاء الله. اي عرض بنعمله لكم يا جماعه اي عرض بنعمله لكم هنوصل لكم منه كميه عشان الناس اللي جديده حتى لو جايه متاخره بعد كده اربع ايام تلاقي شغلها تمام؟ تمام. البطوله دي بقى لها فتره ما نزلتش عندنا هنا في دمياط. عرض مننا لعملاء سنتر الرسوم سواء عرايس او تجار كانها ما جتش المره. يعني ايه كانها ما جتش؟ يعني البطوله دي بتتباع المرة دي بدون تحيل المكان، بدون تحيل المكان، لو تاجر هروق عليه. هعمل لك خصم محترم ومميز المرة دي عشان يعني ايه تحية مننا كده للعملاء. شغالة حاجة؟ شغال. أسعار الفوطة بتاعت سيجما بتبدأ من تحت 500 جنيه. بتبدأ من تحت 500 جنيه وإحنا طالعين. أنا عامل فوطة قط، عامل جبلات، عامل أطفال، عامل بسكليت، عامل لك أربعة فوطة، عامل لك خمسة فوطة، مروق العمل، وعامل لك برنس كمان. وريني خش على الدلع ما شاء الله. عنواننا فين؟ طبعا الشغل ده تحت تشكيل كامل فرع المنصوره. بنصور لك دلوقتي من فرع ايه؟ دمياط. فرع دمياط. العروض دي العروض اللي احنا عاملينها خمسه طقم ب 1000 جنيه وخمسه طقم ب 1000 جنيه وخمسه دفتر 990 وخمسه سجل بتبدا من 125. الكلام ده كله شغال معاك في العروض تمام؟ تمام. انا قلنا يا جماعه دمياط السنانيه امام مول دمياط الجديده المنصوره شارع الجيش او امتداد شارع الاستاد بجوار سيراميكا ربيع والبنك الاهلي. الراجل عامل فوطه قط، عامل جبلات، عامل جكارات، مروق الكلام، ظابط الدنيا، واسعاره بتبدا من تحت 500 جنيه. العروض عامله معاك اي حاجه؟ العروض مكسره الدنيا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. مهما اتحرجنا في ناس يا جماعه بتطلع تعمل لايفات تتكلم عننا بس ما تعرفش الشغل. تقعد ماسكه الموبايل كاتبه ورقه بذاكر ذاكر منها وعماله تقرا منها تمام وقاعد هم مستغربين ما تقولناش شحنتك القمر ليه؟ هتلاقيك عمال تقرا من التليفون. تعالى ورينا. اهتمامي بشغلي يخليني ما اشوفكش. اهتمامي بشغلي يخليني ما اشوفكش. كل واحد يا جماعه عايز ينافس لمو جايبان هو بينافسنا ادفع بشكر. بلاش تتكلم عن المنتج كل يوم كل يوم الناس تاكل. ادفع اتكلم عن الشغل اعرض المنتج خلي الناس تاكل تستفيد. شغال؟ شغال. المصداقيه بتاعتنا مبنيه من سنين. اي تخطيط في الفاضي اي تخطيط في الفاضي بفضل الله وكرمه علينا بفضل الله وكرمه علينا ما احنا مفتحين بفضل الله بيع فاشغل نفسك بنفسك. افرجت على تشكيل محترم من مصنع سكه ما شاء الله. عامل لك قطع اطفال احنا مش واصلين الشغل واصلين الناس على بعض كده. عامل لك بتاع 10 رسومات اطفال بتاع 30 رسمه مظبوطه 10 رسومات برنس غير فسريعا اتوقع الشغل اسعار تبدا من تحت ال 500 شغال. ايه تشكيل في الاطفال هناك اهو كمان؟ كتير لا مش كتير اتفرج على حاجه ما شاء الله. انا بتفرج على الشغل معاكم والله بتفرج على الشغل معاكم. تحت كله بقى تعالى توش بجد وحلاوتها العربية دي يعني أنا ما جيتش يعني أنا ما جيتش يعني أنا ما جيتش يعني ما فيش سيرو للفين. تاجر بتاخد خصم 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه و3 جنيه ده ما عادش الكلام ده عاملينها خصومات محترمة ما شاء الله. سيجما يا باشا خمسة فوطة يا جماعة خمسة فوطة عايزين أربعة رايحين لها أهو. تعالى الفوطة دي حكاية. عنواننا فين؟ العنوان دمياط السنانية أمام دمياط الجديدة المنصورة شارع الجيش أو امتداد شارع الإستاد بجوار سيراميكا ربيع والبنك الأهلي. كل يوم جديد كل يوم تميز كل يوم جديد يا جماعة. كل يوم يعني إيه كل يوم جديد؟ يعني ايه الكلام؟ يعني ما شاء الله. يعني ايه كل يوم كل جديد من منظر بياخد مصانع زي كده؟ ده مصنع واحد. بفضل الله يومين، بفضل الله يومين، وصل هناك الوقت السنتر في المنصوره لسه كويس بينزل شغل جديد هناك. شغال؟ شغال. ولسه في شغل كتير هيوصل. بفضل الله يومين. ده اللي تعبهم. طلعوا اللايف ما يتكلموش عن حاجه، يتكلموا عن حاجه.
الشغل. ركز في الشغل. الله يصلح حالك يا حاج كرزق ويرزقك ويجيب قد الدنيا بعيد عنك. ما شاء الله. لازم كل يوم تصور العروسه 5 دي. طلع قماش. بعد كده الطقم. لا ما نصورش الحاجات دي بتتنزق. بعد كده بيجهز، بعد كده بنحمل. احنا ركزين وعارفين هنعمل ايه. الكلام الاونطه واللي حاجه بقى الناس انت راضي من زمان. من زمان ومعانا صور ومعانا ريبورتات، بس احنا مش شايفين. اطلع فينا ايه ترتيب ما شاء الله. الراجل عامل لك ايه حكايه؟ يلا بينا. ما شاء الله. بطة. ما شاء الله. لا 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 سبحان الله. والله ضحك والله العظيم ضحك. امين دي امين يا رب. حتى النور دي عامل صور عامل شغل جامد. تشكيل كبير ما شاء الله. حلويات يا جماعه. ماشي. بعد كده بقى نمر على جماعه الاكبر في مصر. ما شاء الله. لو انت تاجر تنقي اللي هي عايزاه. اي حاجه بتسمعها حالا موجوده في فرع مصر. شغال. يلا. ازيك؟ ازيك؟ والله يا حاج. ما شاء الله. الكلام ده بيتباع هنا. وده دي حكاية. العربية دي زيرو ربحية. حاجة كده اهداء من هنا. شغال. استفيد. شوف بقى الرسومات الجامده دي. احنا جايبين لك الشغل الجديد، الرسومات الجديده، التشكيل بتاع النهارده، التشكيل بتاع 5 سنين. ما شاء الله. عامل فوطه اطفال حلوه بصراحه. يلا. التليفون دول بس. في هنا كمان وفي هنا كمان. ما شاء الله. ورينا. تشكيل باين عندك في الكسور ولا لا؟ باين. انت شفار ما جابتش ال 500 جنيه. ما جابتش ال 500 جنيه. تحت ال 500 جنيه يا جماعه. تشكيل. حكاية. بص. شوف تشكيلة الرسومات في الجاكرات حتى. خش على التفاصيل. ما شاء الله. تميز هنا. تميز هنا. والنجاح بفضل الله. اي مصنع بنشاور عليه هنا لازم هو ده. احنا تعبنا والله يا حاج. تعبنا. ناس فاضية يا باي. السنين تحكم علينا. اتفرج يا باشا. لا الوان عامله ازاي؟ رزق الناس ده بقى. شوف مركب لك شوبيره من فوق وعامل لك نفس الشوبيره على الايه؟ انا الراجل عامل كده. الراجل اللي بيعمل حته شغل حلوه لازم تدفع على الاخر. تخليص. مركز معايا. مركز معاك.
ده حكايته حكايه ده. كل ده نزل لي بيسجل المصنع تاجر خاص بالعربيه دي بتاعه. تحيه مين تحيه مين للناس تحيه مني العربيه دي ماز كله وقت تحيه مني للناس استفيد استفيد ان شاء الله بعد تشكيل اطفال جامده اوكي تشكيل شطار على وبس سلسله محلات البسونه يا جماعه بس الناس عماله تتسلم الناس بنطلع كل يوم نعرض شغل ونقفل نعرض شغل ونقفل نعرض شغل ونقفل الناس دعوه بحد في ناس بقى ناس تلمانه تطلع تعمل الله عشان تتكلم عنها عيب بس على الكلام ده عيب عايز تدي حاجه شغل تظبط في ده تظبط في ده تظبط في ده تظبط في ده 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 بتاع ربنا ما تبقاش ده يلا وقريته في وقريته في فايده وطلع ماسك ورقه وغلط ما شاء الله مره يا حاج عزيز بلال بعت لك بقى تشكيله بوجنوس على اعلى المستويات شوف كل ده تشكيله بوجنوس حكايه قطار تشكيل باين عندك ولا لا باين والوان يعني بس سلك ده مش فاهم هو الالف بس يستاهل حكايه كل الالوان احلى من بعضها والله يا جماعه ان شاء الله سيك سيك شغال شغال كل دي برامج كل دي برامج ما بنطلعلكش واحد حته واثنين ولا بننزل صوره عليها سعر وهي مش عندنا والشغل اللي عندنا نعرضه وما نقولش سعر بالظبط كده ننزل اسعار مش عندنا او نحرق مصنع ومصنعين عشان نجيب الزبون ونطلع نتكلم عن الناس نتكلم عن الناس نتكلم عن الناس وتقول لي سعر لا انا عايز فلوس اسعار كان حلو على الاخر يقول اسعار تمام انما ما تطلعش تحرق مصنعين وتنزل الزبون ب 1200 جنيه في الحق الحق واحد وفي علبه الدكتوره 80 و90 والطقم 170 جنيه ده كتير تتكلم عن الناس المحترمه عيب عيب ما يصحش سيب لي ورقه وقلم ذاكر ذاكر من زمان 1200 جنيه في اللحاف 1200 جنيه يا حبيبي وما تقولش اصلا انا نفسي انا عايزك تطلع معاك ذكي بعرف ان انت مالكش لازم اطلع يا حبيبي اطلع انما تعرض احرق مصنعين ثلاثه لا احرق احرق اطلع بالله عليك بالله عليك مش هتطلع عليك بس انا عندي كلام فارغ ان شاء الله ما شاء الله تعال بقى هنا فضل الله ما شاء الله يا جماعه فضل الله كل يوم العرايس بتاعتنا فضل الله كل يوم فرع النقط فرع يومين ليه شغلنا بيتكلم عليه ما شاء الله عنواننا فين الناس الثانية أمام بقى مصر جديدة المنصورة شارع الجيش جوار سيراميك ربيع ولا أكيد أنا مصر تاني والله